تكون له أفضلية البداية وهو يرسل كما بدأ في المجموعة الأولى. Peace. التبادل والايقاع السريع، وكلما كان هناك ايقاع من اخر الملعب سريع في تبادلات طويله الا والنسبه الاكبر تكون لنوفاك جوكوفيتش. وفي اخر 21 نقطه تفوق واضح للصربي 16-5، ونوفاك المصنف الاول عالميا امام فرصتين للتقدم في الشوط الاول من المجموعه الثانيه. ردة فعل ممتازة رائعة بعد الارتداد مباشرة، ينخفض نوفاك ويسدد بالباك اند كروس كورت. شوط ليلى شيء جوكوفيتش، والشوط الخامس على التوالي. لاحظ نوفاك جوكوفيتش سدد من داخل الملعب 26%، بينما مونفيس دائما بعيد عن الخط الخلفي وسدد من داخل الملعب فقط في 8%، وهذه النسبة تعطيك قراءة بأن نوفاك جوكوفيتش يسدد في العمق دائما في هذه الكرات التي يتصدى لها مونفيس بمترين أو 3 أمتار على الأقل. لاحظ يعني هذه الكرات باللون الأصفر بعيدة عن الخط الخلفي. بداية متعثرة دبل فولت. ما هذه البداية
ثلاث فرص لجوكوفيتش. الكرة خارج الملعب. حين الشوط لنوفاك جوكوفيتش كسر ارسال مبكر. ومونفيس، وهذه المشكلة التي تحدثنا عنها، الحضور الذهني. لاحظ كيف يتأثر هذا اللاعب، وبداية جيدة تنافس، ولكن شيئا فشيئا قل التركيز لمونفيس ويفقد شوط سادس على التوالي. وهنا الفارق بين الاثنين. امامك الصورة، لاحظ التركيز العالي رغم التقدم، ولكن يبقى في اطار التركيز. هذا النضج، هذا الاختلاف بين لاعب واخر. امامك نوفاك جوكوفيتش وما زال في اطار التركيز العالي، وبنفس الوتيرة وبنفس الاداء وبالتصاعد ايضا. ومن خطأ لاخر، والمضرب يعني الضحية دائما يا مونفيس. وما يعني المشكلة ما هي في المضرب، المشكلة في الشخص نفسه الذي يمسك المضرب، كيف يتعامل مع هذا المضرب. وانخفاض واضح، انخفاض واضح على الفرنسي مونفيس. الرغبة قلت والطموح قل والتركيز ايضا قل والاداء معهم قل لمونفيس. وتحرك جيد مونفيس في هذا الوصول. لاحظ هنا محاولة في الاختيار، ولكن وصول ممتاز في هذه الانطلاقة من مونفيس. Thank you.